نشكد المناسبة أن نكسكرية الحملة التضامن كذلك لهدف كذلك التواصل ما يديك غل أهداف المؤسسة الخاصة اللي تبنى في المجموعة من التعليمات الرسمية اللي تنين أن نفتح في العالم نزر نزروية ديضني نزريناغ وخا نحيد الحواجز البعد الحواجز نكريقة تيان من الجهة غلا هاتي الخاصة العمومية كل تنتقانت الدولة المغربية أري للتعاون في إطار التضامن ديدان التعاون نشكت صغي نفيد هي الاستقبال مقور ندار السيد المدير لمؤسسات المسيرة الخضراء الأساتذة التلاميذ ثلاث الحفاوة مقرن اللي تشجلنا أما التاريخ النغد تسجل نغ نفيد التلاميذ نشطنين تبارك الله كشمن نسجمن التلاميذ نغ حتى نكني نسجمن نسكرن مجموعة من الأنشطة وسلمونا سبياد نتمنى باش يتجدد الدور تبقى غير الإطارات بالمناسبة لهذه المبادرة اللي قمنا بها اليوم كنشكر مؤسسة ديالي وكنشكر جميع الأعضاء والتلاميذ والسادة والسيدات اللي ساهموا في هذه المبادرة وكنبغي نوجه تحية لكل المشاركين في هذه المبادرة الخيرية التضامنية وكنبغي نوجه طلب لجميع الناس وجميع الاساتذه والمدراء ديال المؤسسات الاخرين باش يساهموا ويعاونوا الناس اللي محتاجين حيت ضروري خصنا نكونوا متضامنين وخصنا نكونوا جميعا كنتعاونوا باش نقدروا تولي بلادنا في ارتقاء وان شاء الله نكونوا كاملين متساويين وشكرا. كنشكر مجموعة مدارس المسيرة الخضراء على الاستضافة ديالهم لهذه الحملة التضامنية اللي درنا بالمناسبة وكنشكر الأساتذة والأطر التقنيين التلاميذ المؤسسة على الاستقبال ديالهم الحار شكرا لهم وكنتمنى هذه الحملات تكون تعمم على جميع المؤسسات في سوس ماسة. لأن التلاميذ جاو عندنا وهاد الأساتذة كيعطونا الحماس باش نقراو باش نتعارفوا مع مؤسسات أخرين وتكون بيناتنا علاقة وتكون بيناتنا يعني علاقة كبيرة وتآخي وكنشكر بزاف بزاف الأساتذة مرة أخرى والتلاميذ اللي جاو معاهم. نحيي ونشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذه المبادرة من خلال التعاون والتآزر وأيضا نحيي الطاقم القروي الذي سهر على إنجاز هذا النشاط سواء الطاقم القروي